من الناس النهاردة أستاذ فن الكوميديا في مصر، فنان كبير مهموم بقضايا المواطن المصري البسيط، وأيضا مهموم بقضايا الوطن. بالمناسبة هو اللي مربيني كمان عشان هو حاول دلوقتي. أستاذ محمد صبحي الفنان الكبير. أستاذ محمد شرفتني. أهلا وسهلا أستاذ عمرو. أنا سعيد جدا. أنا أسعد. أنت عارف ليه؟ أنا عارف طبعا، يربطني بالأسرة كلها ذكريات جميلة، وإحنا بنعتز بأستاذ محمد بحزنها بمشاكلها بسعادتها. عشت أيام جميلة واللي بسميه الزمن بتاعنا يعني. صحيح. فأنا فخور كمان بيك كابني طبعا، وانا اسعد يعني بالابوه الجميله دي، رغم ان انت مكبر نفسك قوي. لا لا لا، محمد مش كبير يا جماعه، مواليد 48 والله. 48 ده عام النكبه. كانت نكبه على الامه العربيه ساعتها. ما انا قلت ان انا اتولدت من هنا وفلسطين راحت من هنا. يمكن لما اموت ترجع يعني. انا بشر عليك، تفتكر انها هترجع فلسطين في يوم من الايام؟ قضيه فلسطين احنا تربينا عليها وعشناها و أهم مشاكلها، والمشاكل السوداء أو المرعبة المريرة اللي بتحصل النهاردة، أقول إن كل ما بيقرب المعاد اللي بيخليك تثق إن هذه القضية قربت تنتهي، كل ما بتبعد أكتر. وهي بعدت دلوقتي، ممكن الواحد في الحلق مرارة شديدة جدا، إزاي فجأة كجيل نكتشف إن الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحول فجأة إلى صراع فلسطيني. صراع فلسطيني فلسطيني لا، وصراع فلسطيني صراع فلسطيني مصري. الصراع دي كارثة. طيب الصراع اللي ما بين حماس وفتح شايفه إزاي؟ والله أنا قلت ده يعني، أنا مش عايز حتى ألوك هذه الألفاظ أو هذه التسميات العرقية والفئوية وحمسويين وفتحويين. إحنا تربينا على فلسطين، حتى عندما نشجع المقاومة ونفرح ليها هو المقاوم الفلسطيني. لا يصح أقول المقاوم من جهاد أو المقاوم من صلاح الدين أو المقاوم من فتح أو المقاوم من حماس. ما ينفعش. إحنا كفاية أن عندنا مجتمعات اللي مزقها الصراع العرقي والصراع الديني والصراع الفصائلي بقت منتشرة. وأنا أعتقد أن هذا هو سمات الحركة الصهيونية، هي اسهل مثال. محمد، هل هي اللي بتعزز او هل الفكر الصهيوني هو الذي يعزز فكره الانقسام الفلسطيني؟ طبعا ده موجود في البروتوكولات حكومه الصهيون، ده موجود لتحكمهم في العالم. ازاي يحكموا العالم؟ ارخص من الرصاص، ارخص من القنابل، وارخص من الحرب. هو ذكي جدا ازاي يعمل فرقه في الاقليم الواحد. قول لي، هل حماس اخطات لما تركت دورها كمقاوم واتجهت للعمل السياسي ودورها في الترشح والرئاسة والسيطرة على الحكومة؟ لا أنا مش شايف. كان لازم فتح تفضل زي ما هي وحماس زي ما هي؟ لا أنا مش شايف إن هو ده الخطأ. أنا شايف الخطأ في تسمية حكومة حمسويين وتسمية حكومة فتحويين. أنا ضد ده، هو صراع السلطة. بس ما تنساش ان حماس جاب انتخابات نزيهة. عشان جت في انتخابات نزيهة، انا بقول لك مش هو ده الخطأ انها تؤمن بالمقاومة. ممكن قوي تيجي حكومة مؤمنة بالمقاومة وحكومة مؤمنة بالسلام، ده ما فيش مشكلة. ولكن ان تبقى القضية الفلسطينية تلخصت في حمسويين وفتحويين. صحيح. خلاص، انت ما بقولك ما بتتكلمش عن العداء الإسرائيلي، انت ما بتتكلمش حتى عن المآسي اللي حصلت في غزة. ولكن انا في رأيي اللي عايز يوصل من السلطة من حماس من فصائل أو من فتح عليهم يسيبوا الكراسي بتاعتهم، لأن لسه ما بقتش دولة. لما تبقى دولة نبقى نتصارع على الكرسي، بس يظهر هي جينات عربية برضو. ما هي جينات، هي جينات. طب والموقف المصري من بناء جدار فولاذي بين الحدود المصرية وغزة؟ لا أنا رأيك في موضوع الجدار؟ أنا هو موضوع إيه؟ ما أنا بقولك تلخصت القضية الفلسطينية في هذا الجدار. أنا شايف إن من حق مصر أن تدافع عن أمنها القومي. وإذا كانت تخشى من تهريب السلاح وتخشى من تهريب المخدرات، فعلينا أن نعلم ليس الخطر في تهريب السلاح وتهريب المخدرات فقط غزة العشرة كيلو. كنت أتمنى أن مصر تاخد قرار عند بناء هذا الجدار، وحقها وحقنا أن يكون على طول الجبهة مع العدو الإسرائيلي وغزة. عندها لن يقال أن احنا استبدلنا العدو بغزة، أو بقت العدو الحقيقي هو غزة مش الكيان الصهيوني، بينما خطر الكيان الصهيوني سيظل خطرا على مصر أولا. سيظل مهما كانت معاهدات، سيظل. إسرائيل ليست لها حدود معترف بها،
إسرائيل رفض تعمل حدود لدولة إسرائيل، الخطر موجود وسيظل موجودا. نمرة اتنين، بما ان احنا نخشى من تهريب السلاح والتجاوزات وتهريب المخدرات، ايضا كان لازم الخطاب الخارجية المصرية يكون هادئ، واول من يعلن بناء الجدار هي الخارجية المصرية. للأسف حصل انه ده تسرب من الخارج، والخارجية في البداية تسريبات اعلامية وفي البداية الخارجية نفت وبعدين رجعت قالت مش هرد، وبعدين رجعت قالت في جدار عزل ده من حقنا، واحنا خايفين من ايه؟ ده حقك، ده حقك. بس هل ده حق في الظروف دي؟ ما انا هقول لك، يعني بس في شعب محاصر وما عندوش اي امل في بكره. هقول لك الخطاب ليه غير مكتمل الخطاب المصري وعمل بلبله. كان الخطاب المصري لازم يتقال من اول دقيقه، خارجية تبقى هادية شوية، ما تبقاش عصبية وماسكة سطور، لأن اسمها دبلوماسية، لازم وزير الخارجية يبقى مبتسم. ده حقنا نبني هذا الجدار، ولكننا متمسكين ومسؤولين عن وصول الغذاء والكساء وكل المساعدات لأهل غزة الفلسطينيين. احنا مصر مسؤولة لتوصيل ده. طب ما انت برضو استاذ محمد، ما انت بتقفل معابر فترات وتفتحها فترات قليله. الخطاب انفصل، الخطاب انفصل، بس خلي بالك ده مرتبط برضو بازمه المعابر، خلي بالك، او على الاقل معبر رفح. ومصر بتفتح المعبر امتى؟ في ظل عدم وجود حل لمشكله المعابر من الطرف الاخر. تعرف المعبر الثاني اتحاد اوروبي مع اسرائيل مع السلطه الفلسطينيه، والثلاثه بطلوا يجتمعوا ويلتقوا. طب اسالك سؤال، اتفضل. ليه مصر تيجي في صف فتح؟ ليه مصر تيجي؟ يعني احنا مش ماتش اهلي وزمالك. انا ضد اكون مع حماس او مع فتح، انا مع فلسطين، ومصر لابد ان يكون خطابها السياسي انها مع فلسطين. ومصر ما تصالحش فتح على حماس، مصر تنذر فتح وحماس، لابد ان يكون هناك واجهة فلسطينية نتفاهم معاه. طب اسألك سؤال خبيث، يا ريت. هل مصر تخشى من حماس خشياتها من وجود وقوة الإخوان المسلمين في مصر، باعتبار أن حماس هي الامتداد الطبيعي لجماعة الإخوان الذي يخشى النظام الحاكم في مصر من توغلها وسيطرتها؟ أنا فاهم طبعا، هو مش خبيث، ده واضح جدا. طيب. أنا لو افترضت أن لي عدو واكتشفت اكتشفت عدو جديد قادم بمسمياته أن إيران تهدد المنطقة العربية، فهل يصح أن أنا أمسك العدو الجديد ده وانسى العدو الأساسي اتعامل معاه على ان لا يمكن يمسني؟ لا، انا شايف العقل اوكي، انا خايف من الخطر الايراني، بس ده لا يلغي خوفي من الخطر الصهيوني. ده اولا كخطاب. نمرة اتنين، انا كمان عليا لو حسبت ان حماس وراها ايران او مد شيعي او اخواني، ما طبعا ده تناقض، مد شيعي ازاي ويبقوا مع الاخوان؟ حاجة تضحك يعني. ولكن لو افترضت ده، لازم ابص كمان فتح وراها مين. احنا انقسمنا في الوطن العربي لمحور اعتدال ومحور ممانعة. يعني هل هذا يصح؟ يعني بقولك الجريمة اللي حصلت من الفلسطينيين ليست جريمة خاصة بهم فقط، بالشعب الفلسطيني، لا، هي ساهمت كمان في الانقسام الوطن العربي. والوطن العربي مش تحكم اجندة امريكية النهاردة يا استاذ محمد؟ يا صديقي او يا ابني، نحن نقدم لأعدائنا على طبق من ذهب أكثر مما يتمنون. نحن من بقى؟ كل المنطقة العربية. أنا عايز أتكلم عن نحن هنا في مصر. نعم، في مصر. إحنا بدون وعي في سيناريو بيتقدم لنا من 1800، بنقرأ السيناريو ونقع فيه، ويجي نفس الراجل يقدم لنا نفس السيناريو ونقع فيه، وهكذا. بحسن نوايا أنت عايز يبقى فيه سلام، بس انت مش واخد بالك ان اللي انت بتعمل معاه سلام ده في اي لحظة ليس